السلام عليكم، كيف ما وعدناكم كاع دوك الوصفات اللي درنا في البيفي ديال عيد الميلاد غادي نحطوهم لكم مره مره. اليوم غادي ندير معكم تشيز كيك، ميني تشيز كيك. غادي نحتاجو جبن الريكوتا 100 غرام، الجبن الابيض 200 غرام، عندي هنا سنيده او سكر سنيده 60 غرام، جوج بيضات، 30 غرام ديال النشا، واحد الباكيه ديال الفاني او ساشي فاني، 100 غرام ديال الكريمه ديال الطهي، معلقه صغيره ديال عصير الحامض، عندي هنا 40 غرام ديال الزبده، وباكيه وحده ديال هذا البسكوي ديال هنريز. يعني القاعده ديال تشيز كيك راه ماشي ضروري ديروا سبيكولوز ولا ديروا لوتوس، ولا ممكن تستعملوا اي بسكوي كيعجبكم واي بسكوي موجود عندكم. انا هنا استعملت هذا البسكوي الرخيص اي هنريس، اللي بسكوي الطفوله اللي كيفكرنا في الطفوله ديالنا وكبرنا به. هانتوما بسكوي ديال جوج دراهم. اول حاجه غادي ندير انني غادي نطحن هذا البسكوي وغادي نخلطو مع هذا الزبده اللي غادي نذوب. كيف قلت لكم غادي نحتاج باكيه وحده ديال هنريس اللي استعملت. يعني في لي تشيز كيك هذوك القاعده ديال التشيز كيك ديالنا غادي نستعملوا اي بسكوي ممكن اللي متوفر عندنا، ماشي ضروري شي حاجه اللي غاليه. انتم استعملت هذا اللي بجوج دراهم، ممكن تحضروا به واحد العدد ديال لي تشيز كيك صغار واللي غادي نزينوا على حسب الرغبه ديالنا. انا غادي نطحن هذا البسكوي، هو طحنته شفتو كي داير، واخا بقاو فيه هاد الطريفات او هاد الحبات هاكا ماشي مشكل. غادي نديرو في الزلافة ديالو، ربعين غرام الزبدة هاني ذوبتها، نخلطها مع هاد البسكوي. هانتوما انا راه كنحضر ونصور بوحدي، نحركو مزيان، حركتو مزيان كلشي ينسجم. غادي نحاول نهز معلقة، هانتوما هادو لي كيسات العاديين اللي درتهم في هادي ديال لي كاب كيك او ديال المفين. علاش انا درتهم هنا؟ باش يبقاو شادين الشكل ديالهم، ما يتحلوش ليا هاد الورق. ندير معلقة هنا، كل كيس ندير فيه معلقة، نحاول انا هاد القياس اللي عندي يتوزع على 12 الكيسات. هانتوما هزيت الكاس ديال العنبة غادي نورك بيه. انا حتى هنا راه كيعجبني نستعمل كاس العنبة بحالكم، هانتوما شتو كي وركت. انا علاش خليت هاد الحبات غلط شويه؟ علاش؟ لان ملي غادي نبداو ناكلو التشيز كيك ديالنا غادي نلقاو ديك القرمشه كتجي زوينه كتعجبنا كاملين. هانتوما كنورك مزيان، هانتوما شفتو خصني يكون صامت. نزيرو، نكمل كلشي لي كاسات او لي كاب كيك ديالي بهذه الطريقه. هانتوما شفتو من بعد ما كملت لي لي كيسات ديالي، هانتوما بصفت فيها البسكوي وشاد. غادي نخليه جانبا وغادي نبدا دابا في الخلطه ديالي اللي هي ديال الفرماج. اول حاجه غادي نديرو هو نخلطو هاد الاجبان اللي عندنا اللي هو ريكوتا مع الجبن الابيض اللي عند ممكن تستعملو اي جبن بغيتو، دوك المثلثات المربعات، هاد الجبن اطختيني اللي كيكون تباع في الحكاك، الجبن اللي كيعجبكم، واخا مالح لان تشيز كيك الشهوه ديالها هي تكون في هذاك المذاق ديال الملح والحلو. درت هنا السنيده، زدت السكر فانيلا، خصني نخلطهم هما الاول هو كلشي تشوفو ينسجم مزيان. ده
ضروري عندي انني نخلص هاد الاجبال، لان الريكوتا عرفتو كيكون قاصح شويه، خصو يتخلط مزيان حتى ينسجموا ويكونوا شويه ملسين. انا كنقرب وغادي نبدا نزيد البيض وحده بوحده. نزيد النشا، معلقه ديال الحامض غير شويه. الحامض ضروري نديرو في التشيز كيك حيت كيعاوننا باش داك الفرماج يتجمع، يقصح غير معلقه، ما نكثروش باش ما تجيش حامضه. ممكن تكثروه الا بغيتو تشيز كيك تكون بالنسمه ديال الحامض. نزيد الكريمه، كريمه الطهي، ونعاود نطرب. الخليط ديالي ها هو، شفتو كيداير القوام ديالو، راه ما كيكونش قاصح بحال كيكه ديال اليوغورت. دابا غادي نديرها في القوالب اللي جهزت من قبل. الخليط ديالنا موجود، لي كيسات هما مقادين، غادي نهزو. انا درت واحد هاد المعلقه الكبيره، غادي نبدا نكب في كل كيسات نعمرها. نحول انا هاد الكميه تعمر ليا هاد 12 كيسات. لي تشيز كيك ديالي هاني عمرتهم، هانتوما حتى اللي عمرتهم، حيت هي ما كطلعش بزاف، غادي يطلع غير شويه. غادي نسخن الفران على 160 ونخليها طيب بين 20 حتى 30 دقيقه. تشيز كيك ديما كتبغي طيب على المهل بحال الكيك، طيب على المهل حتى كيشد هذاك الخليط او الخليط ديال الفرماج ويشد يكون القوام ديالو متماسك. ثم من بعد ما دوزو 20 دقيقه لي تشيز كيك ديالي نتوما بحال تشوفو تفرقعو، بغيت نخليو باقي واحد 10 دقائق. من بعد ما دوزو 30 دقيقه نتوما شتو طلعو تفرقعو بداو كيتحمرو، غادي نطفي الفران ونخليهم فيه، نخليهم واحد 10 دقائق او 15 دقيقه غير في السخونيه ديال الفران. التشيز كيك خرجناهم من الفران من بعد ما خليتهم 10 دقائق وهما في الفران مطفي. شيء طبيعي التشيز كيك كطيح شويه ما كتبقاش طالعه، ولكن ما خصهاش تكون محفره. هانتوما شفتوا خصها تكون الوجه ديالها بحال هذا الشكل. غادي نخليها تبرد تماما ونحطها في الثلاجه، كملت البروده ديالها في الثلاجه، عاد غادي نكمل ليها التزيين. التشيز كيك هما من بعد ما بردوا درتهم في الثلاجه باش يشدوا راسهم مزيان. ديما التشيز كيك ما كتبغيش تسربوه هي سخونه، خاصها تبرد مزيان بارده. انا وجدت الكلاصاج اللي غادي ندير لهم في من الفوق، كيبقى لكم الاختيار اشنو ديروا، كلاصاج شوكولا وكراميل وفخوي. انا هاد الكلاصاج داك اللي درنا في كاطو طوا شوكولا، الشوكولا هو اللي غادي نديرو دابا هنايا، هو اللي غادي نجدو. غادي نديرو بوش بوش ولا كورني ولا معلقه، والشاف ديما كيجي حتى الاخر وكيدير لا توش ديالو كيف وقع عندنا. لا توش ديال الشاف ضروريه خاصو بيتتعلي ياك باش واخا لا يخطيك اسيدي لا يخطيك. كنجي انا عاد خاصني باش يتفاليد هاد الشيء، راه الا ما قال لي ما زويج ما غاديش لا 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 نحطو لكم. الله يعطيك الصحه، داك الشيء غايه. يلا دابا غادي تعمرهم، هما باقيين في الكيسات، هما باقيين في الكيسات ديالهم. فوالا كيبقى لي اختيار، ديروا اللي بغيتو زين، كيبقى لي الاختيار. دابا حيت ماشي موسم الفواكه الحمراء، ما كيجي بالفواكه الحمراء، نديروا الكونفيتور. اه هي دا الكونفيتور، نديروا الكراميل. اه الكراميل كونفيتور بحال الكونفيتور ديال الفرد، ولكن خاص يكونوا فريزات يتحطوا مع النشله. لا هكا بالشوكولا مزيان بحال دابا، هادو نضربو بهم شويه. انا عندي واحد لي بونبون غادي نحطهم، ديري فيهم دي بونبون ويبقاو يلبسو فيهم. انا غادي نجدهم ليك دابا.
فوالا هما ملي كنخرجوهم من الكونجيلاتور حيت كندخلهم باش كيبردو مزيان باش هاد الديكور ديالهم ملي نحيدو القاقيط هاد لي كيسات كيجي داك المنظر مقادين كيبدا يكون داك المنظر جميل. اه فوالا كنقدموهم بهاد الطريقة. هانتوما هادو هما تشيز كيك لي ميني تشيز كيك كيجيو كتجي رائعة وفي المنظر في البيفي كيجيو رائعين منظر جميل جدا. يلا ما ترددوش حضروهم راه طريقة سهلة ويتزين ديرو من الفوق داكشي اللي بغيتو ممكن. وهاد الكلاصاج حنا درنا بالشوكولاتة ديرو بالكراميل فروي ممكن يزينوه بالطريقة اللي بانت ليهم. يلا اللي كيشاهدنا أول مرة يشترك في القناة ينقر على الجرس يوصلوا الجديد حطوا إعجاب حطوا تعليقات ديالكم. يلا بصحة وراحة. هتذوقتينا ولا لا؟ واش تكما بغيتي لي لا ذوق لا 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 بصحة وراحة بصحة وراحة لا لا كيتسنى نقول ليه ذوق. بسم الله عرفت شوف التقطيعة عرفت شوف التقطيعة انتوما كيف معتبرة. يلا ضروري تحضروها راه سهله كتجي بنينه وتفرحوا بها وليداتكم في اعياد الميلاد او البيفيهات هائله. يلا